المشاهد وأن هناك دورة أخرى ينبغي أن تنضج وينبغي أن تولد من جديد في إنسان يكون فيه متسلحا بما مضى من الهفوات ومن الجرائم. وأرى بين قوسين أستاذ كريم، بين قوسين أخيرا، أن الحرب العالمية الثانية دامت 5 سنوات على شراستها، عندما أراد العالم أن يجعل لها حدا. وخذ مثلا العراق الذي مساحته 435,000 كيلومتر مربع، فقد بدأت فيه الحرب في 2 أوت 1990 وهي مستمرة حتى الآن. هل يعقل أن يطفئ العالم حربا عالمية شرسة في 5 سنوات وأن تعجزه أو يعجزه العراق مساحته مساحة ولاية من الولايات؟ هذا سؤال ببساطة أوجهه إلى العالم في هذه الحلقة الأولى من هذا الضوء المبارك. وأنا سأقول لك أن